دائما في إطار التحولات الفكرية التي عرفتها أوروبا ابتداء من القرن الخامس عشر ميلادي، والتي تدخل في إطار ما يسمى تاريخيا بعصر النهضة الفكرية، وما واكبها من تحولات فنية وعلمية واجتماعية أخرجت المجتمعات الأوروبية من عصر الظلمات وسيطرة الفكر الكنسي إلى عصر النهضة الفكرية والحركة الإنسية التي أعادت الاعتبار للإنسان وعقله. درس اليوم: فلاسفة الأنوار، يندرج في إطار هذه التحولات الفكرية التي عرفتها أوروبا خلال القرن الثاني عشر الميلادي، وبالأحرى هو استمرار لهذه التحولات الفكرية، حيث يعتبر عصر الأنوار من أزهى الفترات التاريخية الفكرية على الإطلاق في أوروبا، لما يكتسيه من أهمية بالغة في ترسيخ مجموعة من المفاهيم الجديدة كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومبدأ فصل السلطات. أهداف التعلم لدرسنا هذا: ما هي خصائص هذه الحركة الفلسفية؟ من هم أهم روادها في إنجلترا وفرنسا منتجا؟ وما هي وسائل نشر فكر الأنوار؟ تقديم الدرس: اعتمد فكر الأنوار بأوروبا على استعمال العقل، وقد ظهر في القرن السابع عشر وتبلور في القرن الثامن عشر، وانتشر على الخصوص في إنجلترا وفرنسا. لابد من معرفة أو التعرف على مفهوم وخصائص عصر الأنوار في أوروبا خلال القرن الثامن عشر. عصر الأنوار هو حركة فكرية وفلسفية عرفتها أوروبا خلال القرن الثامن عشر، اتخذت من الإنسان وحقوقه أساساً للمواضيع المتداولة سواء في الميدان العلمي أو السياسي أو الإنساني، وجعل العقل حكماً لرفض أو قبول أي شيء كان، والعمل على إنشاء مجتمع جديد يقوم على الديمقراطية والحرية والمساواة. وسائل نشر فكر الأنوار: تعددت واختلفت وسائل نشر فكر الأنوار، من أهمها الصالونات الفكرية والمقاهي الأدبية. كانت السيدات البرجوازيات يستقبلن في صالونات قصورهن مفكرين وعلماء وأدباء وفنانين، حيث تدور مناقشات تساهم في انتشار الاتجاه العقلاني. كما تزايد عدد المقاهي في المدن الأوروبية والتي كانت تتداول فيها الأخبار والمعلومات الجديدة، وتتم فيها مطالعة الكتب وقراءة الصحف رغم قلتها في تلك الفترة. الموسوعات والمكتبات: تزعم المفكر الفرنسي ديدرو تأليف الموسوعة، وهي كتاب ضخم شمل أصناف التفكير الإنساني إلى حدود القرن الثاني عشر. كما انتشرت في المدن الأوروبية المكتبات والخزانات، مما ساعد على نشر الثقافة. كنا سنتناول في هذه الفترة نموذجين للفكر الفلسفي، نموذج الفكر الإنجليزي والفكر الفرنسي. إذن لنتعرف الآن على الفكر الإنجليزي. كتاب فكر الأنوار الإنجليزي، أبرزهم توماس هوبز، الذي جاء بمجموعة من الأفكار الفلسفية من أهمها الحق الطبيعي، الحرية التي يمتلكها كل شخص وتمكنه من استعمال سلطته كما يريد. الحرية هي حق القيام بكل ما تسمح به القوانين. الحرية غياب العوائق الخارجية التي تنزع من الإنسان جزءا من سلطته. جاء بمفهوم القانون الطبيعي المستنتج من طبيعة الناس وعلاقاتهم فيما بينهم، والذي يستهدف المحافظة على حياة الإنسان. القانون الثاني تخلي الشخص عن جزء من سلطته وحقوقه لكي يضمن الحرية للآخرين. بين المفكرين الإنجليز أيضا جون لوك، الذي جاء بمفهوم الحرية الطبيعية للإنسان، أي عدم الاعتراف بأي سلطة غير السلطة التشريعية البرلمان، وعدم اتخاذ أي قاعدة سوى القانون الطبيعي. القانون الوضعي هو الذي وضعته الدولة،
وخاصة السلطة التشريعية. مقاومة الاستبداد الذي هو تجاوز الحاكم للسلطة التي منحها إياه القانون، خصوصا إذا علمنا أن المجتمعات الأوروبية عانت في هذه الفترات التاريخية من أنظمة ملكية مستبدة في إطار ما يسمى تاريخيا بالأنظمة الملكية المطلقة. ننتقل الآن إلى الفكر الفرنسي. الخلفية الاجتماعية والسياسية في فرنسا خلال القرن الثاني عشر الميلادي، تزايد النفوذ الاقتصادي والاجتماعي للبرجوازية الفرنسية، غير أن الحكم ظل بيد الطبقة الإقطاعية. عرفت فرنسا خلال القرن الثامن عشر أزمات اقتصادية واجتماعية أدت إلى اندلاع الثورة الفرنسية. من أبرز المفكرين الفرنسيين مونتسكيو الذي طالب بفصل السلطة، خصوصا فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق القضية. فولتير نادى بنقل الحكم من الإقطاعية إلى البرجوازية مع الحفاظ على الفوارق الاجتماعية. أما جون جاك روسو صاحب نظرية العقل الاجتماعي، فقال أن هذه النظرية يتولى بموجبها الشعب السلطة التشريعية، وتقوم الحكومة بتنفيذ القوانين كما تكون رهن إشارة الشعب الذي يمكنه أن يسحب منها السلطة التنفيذية متى شاء، وغاية تلك القوانين الحرية والمساواة. خاتمة الدرس. شكل فكر الأنوار تحولا مهما بأوروبا، وكان أحد العوامل التي ساهمت في انتشار بعض الثورات السياسية وفي طبيعتها الثورة الفرنسية، حيث في هذه الثورة ستطبق مجموعة من المفاهيم التي جاء بها فلاسفة الأنوار، كالحرية، كالمساواة، كالإخاء، كالعدل، كالديمقراطية وحقوق الإنسان.